قرر اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان وقف الحركة المرورية للسيارات والمركبات والحافلات السياحية على طريق أسوان أبو سنبل البري نتيجة لسقوط أمطار غزيرة، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين والأفواج السياحية، مع قيام الجهات المختصة أيضا بوقف حركة الملاحة النهرية لجميع العائمات ببحيرة ناصر نظرا لانخفاض مستوى الرؤية واحتمالية سقوط الأمطار ولحين تحسن الأحوال الجوية، مكلفا بضرورة مواصلة رفع درجة الاستعداد القصوى بالجهات المعنية كافة للتعامل مع أي أحداث طارئة من سقوط الأمطار أو السيول والحد من تداعياتها.